ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. أكيد المهمة كريم. بداية كده كانت مهمة صعبة وشقة مش هينة، خاصة إن أنت كان مجموعتك في منتهى الصعوبة. بالظبط كده، كان في صعوبات كتيرة يا كريم من البداية. أنا دي الكلمة دي كنت بقولها على طول في كل لقاء وكل برنامج، إن الفرق اللي هي السنين اللي فاتت قبل نظام دوري المحترفين، كل الفرق اللي بتنزل من الدوري الممتاز بتبقى مظلومة في عامل الوقت وعامل البري سيزون في بداية فترة الإعداد بتاعتك. ما تلحقش تعمل إعداد. خالص. أنت بتنزل تلاقي نفسك لاعب دوري على طول. زائد أنت نزلت خلاص 75% من القوام مش موجود معاك. صحيح. فأنت المفروض تكون فرقة جديدة في يومين ثلاثة. يا إما يقعد بالعقد العالي بتاعه يا إما عايز يمشي يلعب دوري ممتاز. في لعيبة كتير تقول لك أنا ما بلعبش قسم تاني وصلت للمرحلة دي. صحيح. فده اللي حصل. يمكن في كلمة مستر حسام الزناتي قالها في البرنامج، أنا ورايح على الجونة قال لي ما تتخضش، أنت هتنزل الملعب هتلاقي 8 لعيبة بس. وثمان لعيبه كانوا من اللعيبه يعني الصغيره في السن، كنت على ناشئين اول مره يصعدوا. ف دي اول صعوبه كانت بالنسبه لنا. واحده واحده. اول مران تروحوا للجونه كان في 8 لعيبه في الملعب. بالظبط كده. 8 شباب يعني 8 صغيرين. صغيرين. فانت المفروض تشتغل وتبني انك تصعد. بالظبط. دي مفاجاه عظيمه بالزبط. جدا اللي هو انا لو مكانك اهرب. انا مش هعرف اشتغل. لا احنا غيرنا كل حاجه، احنا يمكن رايحين ببرنامج معانا الجهاز. بالمناسبة بأستأذنك أشكر الجهاز كله اللي كان معايا، كابتن مارادونا وكابتن أحمد كمال، كابتن عبد الناصر عباس، دكتور حازم عامر، كابتن عمرو جمال، كل ده في الإطار الجهاز الفني، الجهاز الإداري، كابتن أيمن وكابتن أوفا وكابتن أحمد نور، جهاز الطب دكتور هشام ودكتور محمد إسماعيل ودكتور هشام مدرة، ومدلكين عمار وأحمد صلاح وحازم، أخيرا اللي هم الجنود المجهولة زي ما بيقولوا العمال أم حسن وعم ناصر و وماني وعلاء ودنيا، كل دي جنود مجهولة كانت معانا، وعلي شعبان والمصور محمد فاروق اللي تعب معايا كتير السنة دي. بشكرك حبيبي. بحترم ناس أصحاب الأخلاق الرفيعة اللي زي حضرتك كده، اللي هو إيه ما يقولش أنا صاحب الإنجاز وينسى كل الناس اللي حواليه في لحظة الإنجاز. أنت جايبهم بالأسماء كلهم. يعني فعشان كده أنا بشكرك شكرا جزيلا. ما ينفعش، هم شركة وشركة رغم منك كل التحية، شركة بجزء كبير جدا في اللي احنا وصلنا له. يمكن أول صعوبة اللي أنا قلت لك عليها دي الثمان لعيبة، خدنا فترة قصيرة ابتدت اللعيبة تجمع يوم ورا يوم، اللعيبة القديمة تيجي. اتدخلت بقى في قصه بقى ان لعيب انا عايز امشي، انا جاي لي عرض، حتى اللعيبه الصغيره منهم الهداف بتاع الفرقه حسام ايفونا كان جاي له عرض، ومحمود عبد القادر باك ليفت برده كان جاي له عرض، مفيش استقرار لسه. يعني يمكن الامور ابتدت توضح معانا في معسكر القاهره. فانت الفتره الصغيره دي حوالي من 12 ل 15 يوم محتاج ان انت تعمل فرقه، محتاج ان انت تعد اعداد بدني، محتاج ان انت تعمل ماتشات وديه عشان تعمل تجانس لفرقه جديده. محتاج تحافظ اللاعبين دول اصلا اسلوبك وشغلك وطريقتك وحاجات كتيره قوي. حاجات كتيره جدا طبعا. دي صعوبه، وكانت صعوبه يعني عارفين ان احنا يعني بخبراتنا في السنه اللي قبلها في اسوان يمكن قابلنا الموضوع ده، بس مش كان اخف وطئه من كده شويه. اسوان كان في وقت كان في قوام نزل معانا، بس هي كان ليها ميزه برضو. يعني برضو بحاول احط نفسي مكانك، فكره انه انا بقى بكون الفريق دوت من الاول للاخر، اللي هو مش مضطر اخد لعيبه زي ما هي، ده انا راح اجيب كل اللعيبه اللي انا عايزها وكل افكاري. بالظبط. ده لو ميزه صغيره حتى، يعني لو عامل الوقت معاك دي هتبقى ميزه كبيره طبعا. انت بتكون فرقه من اول وجديد، يتطبعوا على فكرك واسلوبك وشخصيتك والكلام ده كله. لكن احنا يعني احنا دخلنا في الموضوع على طول. يعني احنا يمكن في اول ماتش بنلعب الامانه في ناجي حمادي، في لعيبه لعبت معاك في الملعب ما لعبتش معاك ماتشات وديه، اللي هو نزلت على طول. بالظبط كده. فابتدينا احنا عارفين ان الدور الاول هيبقى فيه صعوبه. مرينا بالصعوبه دي، ومعانا دكتور شاطر الدكتور حازم عامر كان بنى شغله ان احنا يا جماعه احنا هيحصل عندنا دروب حوالي بعد الماتش السابع لقله فتره الاعداد. حصل معانا دروب في الماتش التاسع والعاشر وال11، النتائج ما كانتش على قد المطلوب. بس الحمد لله يعني طول ما انت بتمشي كريم الدنيا بتمشي معاك. كان في التوفيق بقى بيشتغل مع الشغل والتعب. مع الشغل ما خلاص احنا اشتغلنا في تجانس. في نقطة مهمة جدا برضو احنا من بداية شغلنا واحنا بصين عليها، يعني يمكن احنا من شهر 9 بصين على شهر 1 يناير، ان احنا احتياجاتنا كلها هنبنيها على شهر يناير، وده اللي حصل الحمد لله. احنا مش لحقت تكمل القوام طبعا. بالظبط. فكل ما بيظهر معاك ديفوف احنا فانت بتكتب وبتجهز وتجهز مع اداره واعيه طبعا. انا لازم اذكرهم كابتن حسام الزناتي، كابتن محمد الحصري، والمستر ماجد، الناس دي في ظهرنا على طول من اول. ما فيش حاجه انت عايزها بتترفض، كل حاجه انت عايزها متاحه. فاي حاجه كنا بنقولها بالذات في شهر يناير
الحمد لله جت.